العالم العربي فيه شركات اللي واخدين الديستريبيوشن، وفي شركات عندها قنوات تلفزيون، لو عاوز الفيديو كليب بتاعك ينزل لازم تمضي معاهم، يعني هو مش احتكار كفنان بس كديستريبيوشن ديل. بس في اخر المطاف عندهم كلمتهم، وكمان هيقول لك عاوزين ننزل دي مش هننزل دي، هيختاروا الاغنيه الثانيه الاغنيه الثالثه، فاهم؟ فده لازم هيكون، يعني مش في احتكار يعني انا كفنان عندهم. لو كان عندي احتكار كفنان كنت لسه في مصر دلوقتي. احنا ما فسخناش اي عقد ولا حاجه، احنا عملنا عقد علشان سنه، يعني احنا اشتغلنا سنه انا وهو وعملنا اغنيه مورينا ونزلنا البوم ونزلنا فيه اغنيه اهياليل اللي كانت يعني عملت جو جميل في في في, في التلفزيون لما كنت هنا في مصر، كنت بسمعها يعني في اماكن كده. بس حقيقه انا ما لقيتش نفسي، هم في اخر المطاف لازم يربحوا فلوس for sure. We do this for money. I mean at the end of the day, I mean it's art but it's a show business, there is a business out of it. So فاحنا بنقعد كده بنتكلم في حاجات، يعني احنا عاوزين ايه من الفنان، فالفنان لازم يخرج، لازم يخرج عشان يعمل كونسرتس، فلازم يغني ولازم يروح للافراح وحاجات زي كده. فدي مش يعني this is not my cup of tea، يعني مش الطريق اللي انا عاوزه. بالنسبه لي انا فنان، انا كبرت كده، فانا كبرت ان بالنسبه لي فنان هيغني هيخش استوديو هيعمل بروجكت، يعني هيتعب في البروجكت ده وبعدين هيحطه على التلفزيون وبعد كده هيعمل كونسرتس وبعدين هيعمل تور، حاجات يعني ما عندناش حتى في العالم العربي. مفيش فنان دلوقتي بيعمل تور، يعني هنا فنان عندنا شغال لحد ما يوم في حد بيكلمه في دبي في الامارات بيروح ممكن يعمل حفله ب 500,000 دولار. ما بنتكلمش على الـ على الـ على الـ على الثمن، احنا بنتكلم على there is no يعني company no industry، ما فيش industry اللي بتخلي فنان يعمل تور المغرب الجزائر تونس مصر وفي، فاهم بقولك؟ فكل حاجة بتتعمل كده، يعني انت تعرف حد هيعمل لك، تعرف حد ما تعرفش مش هيعمل لك. يعني لو كنت عندك ماركت في مصر فلازم تلاقي واحد يعمل لك في حفلة في شرم الشيخ، واحد يعمل لك حفلة هنا، واحد فاهمني بقول ايه. يعني في اوروبا او في امريكا الشغل مختلف قوي، فانا كبرت بطريقة شغل كده، فده اللي اتعلمته. كنت ماضي مع سوني ميوزك من 98، ف بالنسبه لي الشغل لازم يتعمل بالطريقه دي. لما جيت لمصر this is not criticizing، يعني ما بكلمش عشان ده حلو او مش حلو، ده دي انا طريقتي في الشغل. فانا اخذت يعني decision ان الماركت ده مش ليا في الوقت ده، يعني في من 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 7 سنين. ف I decided to just leave, that's it. وشوشة الموقع الفني الاول في مصر، رئيس مجلس الاداره محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد العوادي. www.washwasha.org